كان الصبي طه حسين يعيش في أسرة كبيرة العدد، حيث كان السابع من 13 من أبناء أبيه، وكان يشعر بأن له مكاناً خاصاً يمتاز به عن إخوته وأخواته، ولكنه ليس على يقين إن كان هذا المكان يرضيه أم كان يؤذيه. فأحياناً كان يشعر من أمه بالرحمة والرأفة، ومن أبيه باللين والرفق، وأحياناً أخرى يرى منهما الإهمال والغلظة، بينما كان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في المعاملة معه، وكان هذا يضايقه. وما لبث أن تبين سبب هذا كله عندما أحس أن لغيره من الناس عليه فضلاً، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع، وأن أمه تأذن لإخوته في أشياء تحظرها عليه. حينها عرف أنه كفيف عندما سمع إخوته يصفون ما لا علم له به ويرون ما لا يراه هو.